نجم الاستوديو التحليلي ايضا الدكتور احمد ثابت، مشرفنا منورنا يا دكتور احمد. لا نور حضرتك يا كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن محمد، والف مبروك للمنتخب السعودي. المستحيل ليس سعودي، المستحيل ليس عربي بصراحه. لو ينفع نسقف لهم على الهواء يستحقوا التحيه. نسقف لهم طبعا، نسقف لهم. يعني المنتخب السعودي برافو جدا. يعني النهارده انت كمان هم عاملين كومباك، كانوا خسرانين 1-0 وبترجع على منتخب بحجم الارجنتين اللي هو مرشح بقوه ان هو ياخد المونديال، وان هم يعملوا معاه كده ويرجعوا ب2-1، دي تحسب ليهم ويحسب للتخطيط ان هم جايبين مدرب. مش كلمه بقى مشروع، المشروع ده فعلا في هيرفي رينار. هيرفي رينار اللي ماسكهم من 2019، معاهم مدرب احمال بدنيه من احسن المدربين في العالم. وهو ده التخطيط اللي دايما بالنادي بيه. بعد كاس العالم في روسيا والهزيمه بخماسيه عديمه ثقيله في مباراه الافتتاح، بيرجعوا النهارده وبيكسبوا فرقه من المرشحه للفوز بكاس العالم. صح. التخطيط ان انت تبدا الاول بقطاعات الناشئين، ان انت يبقى عندك دمج ما بين المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ومنتخب مصر الاول، ومش اللي هي العمليه ويقول لك اصل احنا ما عندناش خامه ولا ما عندناش قماشه. طب ما المنتخب السعودي هو ما فيهوش محترفين خالص، وقدر ان هم بتخطيط محترم بفكر محترم عملوا دوري قوي ودوري محترفين قوي ودوري منتظم، وكل الناس بقت بتحب تروح تلعب في الدوري السعودي. حتى المحترفين بيجيبوا عاملين تخطيط محترم جدا، فيستحقوا التحيه. وبرده المدرب هيرفي رينار مدرب من احسن المدربين حاليا على مستوى العالم. صحيح. كل دوله راحه، سواء زامبيا سواء كوت ديفوار سواء المغرب سواء السعوديه، كل دوله راحه عمل بصمه.